حمض الفوليك هي لا فيتامين ب 9، وهي واحد الفيتامين مهمه بزاف. علاش؟ لانها اولا كتدخل في تكاثر الخلايا، وهي اللي كتمنع تكون بعض المشاكل وتشوهات الخلقيه عند الجنين. اشهر التشوهات هي ما يسمى السنسنه المشقوقه، كنعيطوا لها بالفرنسيه لا سبينا بيفيدا، حيث ان السنسول ما كيكونش مكتمل، كتكون فيه واحد الشقه، ومن خلال هذيك الشقه كيخرج العصب. نعم. اذا الحمض الفوليك هو يعني نقدروا نلقاوه بصفه طبيعيه في الاكل. نلقاوه مثلا في البقوليات، في القطاني كالعدس والفول والفاصوليا، نقدروا نلقاوه في الحبوب الكامله بحال الخبز ديال الشعير ولا خبز ديال القمح، ونقدروا نلقاوه كذلك في المكسرات كالبندق واللوز. هادو كلهم يقدر المرأة تاخذهم بشكل طبيعي، غير أنه التغذية اليومية ما كتمكنش المرأة باش تاخذهم هذا الشيء في الأغذية. لهذا الشيء علاش كنقترحوا لها تاخذ الحمض، زائد أنه في ديك الفترة ديال الوحم تقدر السيدة ما كتكونش كتاكل مزيان ولا يكون عندها الغثيان. تماما. إذا حنا كنعطيوها واحد المكمل غذائي عن طريق واحد الدواء فيتامين كتاخذه يوميا. ومن المستحسن تاخذه واحد الشهر قبل الحمل. اذا السيده اللي كتبرمج ولا كتخطط لانها تحمل تبدا تاخذه. علاش؟ لان التكوين ديال الجهاز العصبي عند الجنين يتم في واحد المرحله اوليه من الحمل. فحنا كنبغيو يكون هذاك الحمل الفوليك اللي كيدخل في تكوين الجنين يكون كاين في هذه المرحله الاولى. لذا كنقول لها شهر قبل ملي كتبغي تخطط باش ذاك الجنين تلقى بحال المخزون. مخزون. فكان شهر قبل كتاخذوا وكتاخذوا باش تنقص من احتماليه التشوهات عند الجهاز العصبي، كتاخذوا طوال مرحله تكوين الجنين واللي هي المرحله الفصل الاول من الشهور الاولى من الحمل. والمقدار هو 400 ميكروغرام 0.4 ميليغرام كتاخذوا من بعد الشهور الاولى. بزاف السيدات كيقول لك انا صافي دابا. يعني شحال المقدار ديال حبه؟ حبه فيها فيها 0.4 ملي غرام. شحال خصها تاخذ تقريبا من حبه في النهار؟ 400 ميكرو غرام. هذه في الثلاث اشهر الاولى. كاين بعض السيدات يقول صافي انا البيبي ديالي تكون دابا دخلت الفصل الثاني ما بقاش ناخذه. لا، تقدر تاخذه، وتقدر تاخذ غير مثلا غير 200 ميكرو غرام 0.2، نصف ذاك الجرعه اللي كانت كتاخذ في الفصل الاول. وهذا يوجد على شكل بعض المكملات غذائيه اللي فيهم حتى الكالسيوم وفيهم الزنك. فتقدر في هذه الحاله كنحبسوا لها ذاك الحمض الفوليك الاحادي اللي فيها غير الحمض الفوليك، وكنبدلوها بواحد المركب اللي فيه مجموعه من الفيتامينات اللي كتحتاجهم المراه الحامل.